قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. كثير من الآباء لا يستحضر معنى أن يقول لابنه كلمة فيها إظهار للمحبة، إظهار للمودة، إظهار لما يحمله في القلب تجاه هذا الطفل، وكذلك إظهار بعض الأفعال التي تدل على وجود هذه المحبة كتقبيل الولد وضمه إلى غير ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه رجل من الصحابة رضي الله عنهم يقبل طفلا قال له لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدة، قال وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا من أسباب التنشئة الصالحة بإذن الله سبحانه وتعالى للأولاد. وربنا سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. من علامات إرادة الخير للبيوت للأسر وجود الرفق في التعامل، سواء الرفق بين الوالدين أو الرفق في التعامل بين الوالد وولده، هذا من علامات إرادة الخير من الله سبحانه وتعالى لهذا البيت ولهذه الأسرة. فتفقد حال بيتك وكيف هو الحال في جانب الرفق لتعلم أين موضع بيتك من إرادة الخير من الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه يهود فقالوا السلام عليك يا محمد، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنة، بدون اللام، السام واللعنة، السام يعني الموت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في مثل هذا المقام ما هي عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.